أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات جنيه. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة بلغت 1.3% ليغلق عند مستوى 12136 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بالنسبة بلغت 0.15% ليغلق عند مستوى 2283 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3347 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة أودن للاستثمارات المالية بنسبة 16.29 ليغلق عند جنيه 0.42. يليه سهم شركة القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 10.65 ليغلق عند 18 قرشا. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة مستشفى النزهة الدولي بنسبة 9.14 ليغلق عند 5.61. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة لاسكو مصر بنسبة 7.71 ليغلق عند 7.18. ولتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس، محلل أسواق المال. مرحباً بكم على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق. مساء الخير يا ريهام. مساء النور أستاذة حنان، أهلا بحضرتك. بداية، يعني اللون الأخضر سيطر على تعاملات اليوم، ما تقييم حضرتك للأداء؟ هي جلسة غير متوقعة بالمرة، كان في ناس يعني منتظرة أن النهاردة يبقى في تصحيح، حتى كان في الكثير من المتعاملين كانوا بيفكروا أن هم يحموا أرباحهم بالمبيعات، ولكن يعني فوجئنا بأن أول 10 دقائق من التداول تجاوز التداول أكثر من 1.2 مليار، وانهت الجلسه تداولات بقيمه تداولات 3 مليار جنيه. طبعا في حاله من التفاؤل عند المتعاملين بسبب مشتريات المؤسسات المحليه والعربيه اللي كانت مستهدفه المؤشر الرئيسي للبورصه، اللي كان ابتدى ان هو يخش في مرحله جني ارباح، ولكن استعاد توازنه وارتفاعاته مره اخرى في الربع قبل الاخير من الجلسه، وده دليل على ان الاسهم في اتجاه صاعد، هي اسهم قويه وبيدق فيها صوره قويه. طبعا ده بيرجع لحاجه مهمه، موضوع التعويم وتأثيره على أسعار الأسهم، ده شق. والشق الآخر، التقارير العالمية بتتكلم على إن عشان المستثمرين حول العالم يحموا أموالهم من التضخم يتجهوا للاستثمار، وحدد بالأخص البورصة المصرية لأن التحركات السعرية فيها مش تحركات كانت عالية الفترة اللي فاتت، وأسعار الأسهم ما زالت متدنية. نعم أستاذة حنان، يعني رغم صعود السوق إلا أن أسعار الأسهم لا تزال متدنية، خاصة وأن الارتفاع يأتي بدعم من صعود الأسهم القيادية على رأسها التجارية الدولي وفوري. ما رؤيتك لهذا الصعود، وهل نحن في مرحلة انتقائية؟ احنا فعلا في مرحلة انتقائية قوية جدا، وفعلا الأفراد يتجهوا يسلكوا نفس سلوك المؤسسات، ولكن الفرص المتوفرة هي جيدة جدا في السوق الفترة الحالية. ولو بنتكلم زي ما بيقول زملائنا المحللين الفنيين، هي منطقة جني أرباح، ولكن أنا من وجهة نظري أنا شايفة أن قيم السيولة العالية والتفاؤل المتواجد في السوق وعدم تحركات العديد من الأسهم والتحركات السعرية الكافية، ممكن نتابع رحلة الصعود وهنشوف الأسهم اللي هي تقييماتها منخفضة هتبتدي أن هي ترتفع تدريجيا، ومش في قطاع محدد، لا معظم القطاعات. وطبعا هنسيبنا شوية من الأسهم اللي هي الموقوفة أو اللي اتنقلت من قائمة لقائمة، اللي هي برجوعها تعود السيولة مرة أخرى تبتدي تنشيط التداولات. ولكن بنقول بوجهة نظر عامة، هي في حالة من التفاؤل تتعلق بالأسواق المالية وخصوصا البورصة المصرية، وبيدعمها طبعا ارتفاع قيمة التداول. وكل لما يستمر ارتفاع في قيمة التداول يقدر المؤشر يثبت في منطقة المقاومة، وممكن يصعد أعلاها بقيم السيولة المرتفعة. نعم.